تتواصل الجهود المصرية في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري، بالإضافة لاستقبال الجرحى والمصابين. يأتي هذا مع استمرار مطار العريش لاستقبال طائرات المساعدات، حيث استقبل المطار اليوم طائرتين، أحدهما من قطر والأخرى من الإمارات، تحملان عددا من أطنان المساعدات الغذائية والطبية. للمزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تتوانى مصر لحظة عن تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين من خلال بوابة معبر رفح المصري. اليوم نتحدث عن حركة دخول الشاحنات أمام بوابة معبر رفح، دخول ما يقرب من 90 شاحنة بها عدد من المواد الغذائية ومواد الإغاثة، منها أيضا عدد من الشاحنات والمساعدات القادمة من برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى دخول ما يقرب من 7 شاحنات للوقود. كل هذه الشاحنات تتوجه للجانب الفلسطيني لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالإضافة إلى أيضا استقبال المعبر إلى عدد من المصابين والجرحى. نتحدث يوميا عن أن المعبر يستقبل ما يقرب من 50 مصاب، بالإضافة إلى مرافقيهم. يتم تقديم كل الخدمات العلاجية وأيضا خدمات الإقامة لمرافقيهم داخل مدينة العريش. هذا على الجانب الآخر أيضا فيما يتعلق بمطار العريش واستقبال المساعدات من الدول المختلفة. استقبل مطار العريش اليوم طائرتين، الطائرة الأولى قطرية وعلى متنها عدد من أطنان المواد الإغاثية، وأيضا طائرة إماراتية على متنها 49 طن من مواد الإغاثة وأيضا المستلزمات الطبية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي. اتجهوا بالفعل إلى المركز الاستراتيجي للهلال الأحمر لشحن هذه الأطنان على الشاحنات المختلفة لتوجهها إلى معبر رفح مباشرة. مجهودات كبيرة جدا تتم من الجانب المصري لدعم الأشقاء الفلسطينيين بدخول هذه المساعدات، لكن يبقى المطلب المجتمعي وأيضا المطالبات والنزاعات بتيسير عملية الدخول من الجانب الإسرائيلي والسماح بدخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لتكفي حاجة القطاع هناك. هذه هي الصورة اليوم من مدينة العريش وحركة الشاحنات أيضا أمام بوابة معبر رفح المصري. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.